الحاجة جاهزة. أندرف انطلقة من أشواط الأمسية الأوكس للخيل العربية الأصيلة والانطلاقة الموفقة لهذه الجيادة. نشوف الصدارة والمركز الأول حاليا مع جمايل لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني ذا بيس ميكر، تخطف الصدارة الآن وتخطف المركز الأول. المركز الثاني مع عز قطر رقم ثلاثة لسعادة الشيخة إمام بنت محمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث والتقدم من خلال كوين شالا للسادة أم قرن في وضع جيد الآن. رابع المراكز من الجهة الخارجية لدينا أمل للسيد محمد بن حمد العطية في وضع جيد الآن تتقدم إلى المركز الثاني. التحركات تأتينا من خلال المركز الخامس لدينا أجيرة دي فلوزان للسادة مربط إنجاز. سادسا من الجهة الداخلية لدينا أمل على المركز السادس والتقدم من خلال العربي على المركز الثاني. أخيرا وليس آخرا لدينا فدوة للشيخ ريم بنت محمد بن خليفة الثاني. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول. نشوف جمايل الآن على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني ابن الداحس الآن على الصدارة. المركز الثاني والمحاولات من الجهة الخارجية للجواد اللي هي العربي في المركز الثاني. عز قطر في المركز الثالث في وضع جيد على ناحية السياج. المركز الرابع أجيرة ديفلوزوم في تقدم جيد مع الخيال جيم كرولي في وضع ممتاز الآن على المركز الرابع. المركز الخامس لدينا رقم سبعة كوين شالا، خلفهم لدينا أمل وأيضا فدوة. تراجع لجمايل وتراجع نوعا ما للجواد من الجهة الخارجية اللي هو العربي، وتقدم من الجهة الداخلية للجواد لدينا عز قطر، والتحرك من وسط الجياد لكوين شالا تخطف الصدارة الآن من وسط الجياد. الخط المستقيم باتجاه خط نهاية الصدارة والمركز الأول الآن مع الجواد رقم سبعة كوين شالا. المحاولة من قبل أمل من وسط الجياد وأيضا فدوة، ولكن الصدارة مع الباندميول بثلاثة أطوال الآن مع رقم سبعة كوين شالا لأسادم قرن تريلنكس تيكلير فرانت. المركز الثاني لرقم أربعة لدينا فدوة، المركز الثالث مع أمل وأيضا The official results for the eighth race of the evening. The winner, horse number seven, Queen Shala, Alma Amgan, trained by Alma Demule, ridden by Sofiane Sadi. Second, horse number four, Fedwa, Alma Her Excellency Sheikh Harim bin Mohammed bin Khalifa Al Thani, trained by Rudy Nearborn, ridden by Maxime Guillaume. Third, horse number one, Al Arabi, Alma Amgan, trained by Alma Demule, ridden by Olivier Dagin. Fourth, horse number two, Amael, Omar Mohammed bin Hamad, Khalifa Latia, trained by Alban Demule, ridden by Ronan Thomas. And in fifth place, horse number three, is Qatar, Omar Her Excellency, Sheikha Iman, bin Mohammed bin Khalifa Al Thani, trained by Rudy Nearborn, ridden by Albert Tassana.
يتفضل السيد سامي البعنين مستشار رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بكأس أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. سفيان سعدي الخيال الفائز في أمسية اليوم، ألف مبروك للخيال سفيان سعدي والفوز الثاني. يتفضل المدرب ألبن دميول، ألف مبروك للمدرب ألبن دميول الكأس الثاني لأمسية اليوم. ونبارك للملك السادة أم قرني. يتفضل السيد عبد الله الكبيسي ليتسلم كأس أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. ألف مبروك الفوز للسادة أم قرن في الكأس الثاني، وأيضا المدرب ألبن دميول الكأس الثاني، وسفيان سعدي كأسه الأول ولكن يحاز على الفوز الثاني في أمسية اليوم. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم لشوط كبير فيه الإثارة والتحدي وأيضا المنافسة الجميلة، أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة. كل التوفيق لجميع المشاركين في آخر أشواط أمسية اليوم.